شيخ محمود نسمع حاجة بقى نطيب قلوبنا. بما اننا سيدي في مقام الانوار دي فنسمع نرجو الرب ان ربنا يرحمنا فنقول مولاي كتبت رحمة الناس. يلا حلوة قوي دي. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعجب ما لي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عدم فارحم ذلي ووقفتي يديك إن زل قدم. آمين يا رب العالمين. آمين, آمين. يزيدك نور وبركة يا شيخ محمود.